بدأنا بالنادي الأهلي، هبدأ النهاردة مما يدور داخل نادي الزمالك. البرتغالي طبعا جوزيفالدو فيريرا عنده أمور كتيرة جدا بتدور كده في خاطره في الفترة القادمة. نادي الزمالك كان حصل على راحة سلبية، إدى اللعيبة يومين أجازة أو 48 ساعة بمعنى أصح، ولكن مع رجوع اللاعبين طبعا اجتمع بيهم، بتطمن في البداية على أحوال كل اللاعبين، حاول ان هو يشرح لهم الفترة القادمة هتكون عاملة ازاي. هو حاطط برنامج سواء في بعض الامور البدنية او التكتيكية، فهمهم كده ايه اللي هيحصل في الفترة القادمة. وبداية الجلسة طبعا اتكلم مع اللعيبة عن النقاط السلبية اللي حصلت في الفترة الاخيرة. ما كانش حابب يتكلم بعد السوبر على طول لان ما كانش في وقت، نادي الزمالك لعب على طول مع نادي امبي والنادي الاهلي لعب على طول مع فريق الداخلية، فبالتالي ما كانش حابب يتكلم في سلبيات، ولكن لما تتكرر السلبيات في مباراة تلو الاخرى اعتقد ان هو كان واجب ان هو يتكلم مع اللاعبين. هو كمان عنده سلبيات الحقيقة الراجل، اعتقد ان هو هيبدا يصلحها في الفترة القادمة. كمان نتكلم مع اللعيبة عن الفترة القادمة، لازم ان هم يصالحوا الجماهير بعد خسارة لقب السوبر وفقدان نقطتين في سباق مهم جدا في بطولة الدوري. ده كان عن فيريرا، ولكن الامور ما وقفتش عند فيريرا داخل نادي الزمالك. الحقيقة امير مرتضى منصور وفيريرا اطمنوا على حالة شيكابالا. شيكابالا طبعا مع صافرة الحكم في مباراة امبي شفناه واقع على الارض في منتصف الملعب، ما فهمناش ايه اللي حصل، ولكن على طول عرفنا وتابعنا من خلال طبعا كل الاخبار اللي موجودة في نادي الزمالك ان شيكابالا عنده اصابة تعرض ليها في الكتف، وهي عبارة عن كدمة في مفصل الكتف. الدكتور محمد أسامة طبعا اطمن على شيكابالا وباقي اعضاء الجهاز الفني ونقلوه طبعا بعد التعليمات الخاصة ببرنامج التأهيل والعلاج، لان دايما اصابات الكتف بتبقى مؤلمة شوية للعيبة، ومرحلة التعافي والعودة للمشاركة لازم تبقى يعني ما فيهاش استعجال عشان اللاعب يرجع سالما غانما طبعا، ما يحصلش اي اصابة بعد كده في التدريبات. تدريبات نادي الزمالك كمان امبارح أقيمت وشارك فيها اللاعب المهاجم الجديد المنضم لنادي الزمالك وهداف وادي دجلة يوسف حسن مواليد 2003، طبعا واحد من العناصر الواعده في كرة القدم المصرية. هو كان الفترة اللي فاتت بيشارك في بطولة الجمهورية اللي هي بتاعة 2003، بطولة الجمهورية للناشئين، بس ما كانش بيشارك مع الفريق الأول، ولكن دلوقتي تم تصعيده. كمان افتكروا اسم كويس جدا، عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003، صعد أيضا في الفترة الحالية. حاتم سكر كمان من الأسماء الكويسة اللي بيتم تصعيدها دايما، بالإضافة إلى حسام أشرف ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق، كل دول نجوم المستقبل. ومهم جدا الأندية الجماهيرية بالذات أهلي زمالك إسماعيلي غزل المحلة يكون عندها قواعد الناشئين اللي دايما بتمد اللعيبة. إحنا دايما بنناقش الجزئية دي، والحقيقة هي بالنسبة لي مستفزة جدا إن إحنا نفضل نقول لعيبة صغيرة صغيرة، بس المهم اللعيبة الصغيرة دي تلاقي الأمثلة. بنشوف زمان الكابتن فاروق جعفر بدأ امتى في نادي الزمالك، بنشوف الكابتن ايمن يونس بدأ امتى، كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، وكابتن فتحي مبروك، وكل النجوم اهلي وزمالك الحقيقه بيبداوا دايما وهم صغيرين عشان بعد كده لما تلاقيه عنده 21 و22 سنه لعيب دولي. محمد صلاح ومحمد النني الكابتن حسن شحاته اداهم الفرصه في التوقيت ده، ادى عماد متعب وادى عمرو زكي وادى محمد شوقي وادى الكوكبه اللي كانوا معاه في منتخب الشباب كل الفرص دي، احمد حسام ميدو، الحقيقه مش عايز انسى حد، حسني عبد الرب واحمد فتحي. فبالتالي شفنا لعيبه دوليه خدمت مصر فتره طويله جدا. احنا هنا عندنا الافه دي، بنفضل نقول لعيب صغير وهو عنده 24 سنه، فهو كمان بيحس ان لا انا صغير فما تستنوش مني الكبير. بنشوف هالاند مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي وعنده 22 سنه، لعيب مواليد 2000. فبالتالي بنامل ان شاء الله حتى احنا كاعلاميين ما نقولش يعني مصطلح لاعب صغير، هم كلهم في الاخر مصعدين. بنامل ان شاء الله ان الافه دي تروح من ملعبنا واللعيبه دي تدخل في الاجواء بسرعه ويبقوا مفيدين، بيفيدوا نفسهم ويفيدوا المنتخبات الوطنيه ويفيدوا ناديهم. نكمل باقي اخبار نادي الزمالك. الحقيقه محمد عبد الغني كمان بيخضع لتدريبات تاهيليه داخل صاله الجيمنيزيوم في مقر نادي الزمالك تحت برضه اشراف الجهاز الطبي، وده على هامش التدريبات الجماعيه، وده عشان البرنامج التاهيلي اللي برضه محطوط للاعب بعد الاصابه اللي تعرض ليها في العضله الضامه. ودايما العضله الضامه برضه من العضلات المؤلمه لاي لاعب، لان لازم يكون مش بس في علاج، لازم العضله ترجع لحجمها الطبيعي في قصه الاسترتش. واي حد اصيب بالعضله الضامه بيبقى عارف القصه دي، لان العضله دي بتلحم طويله بتلحم قصيره، مش عايز ادخل في القصص الطبيه، ولكن هي دايما من العضلات المقلقه، وخاصه للمدافعين كمان، لان دايما اللاعب بيحاول ان هو يمد رجله وامور كده طبيه ليها علاقه بكره القدم. عامه يعني انا طبعا بتكلم لان انا اصبت بيها، فعارف كويس قد ايه العضله الضامه دي من العضلات اللي برده ما يبقاش فيها استعجال. محمد عبد الغني عامه حرص ان هو يتواجد في نادي الزمالك، تابع كمان التدريبات الجماعيه، وبرتغالي طبعا جوزيفالدو فيريرا حاول ان هو يجتمع بيه ويطمن عليه ويطمنه كده ان البرنامج التاهيلي والعلاجي هيكون
يكون محطوط له بشكل كويس، واول لما يكون جاهز هيرجع للمشاركه في المباريات والتدريبات الرسميه. الحقيقه الاصابات في نادي الزمالك مخلينا النهارده مركزين شويه في شكل الاصابات وايه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. تابعنا كمان تالق البنيني سامسون اكينولا، ولكن شفنا مع مباراه السوبر ان اللاعب مش موجود في السكواد او على مقاعد البدلاء، وعرفنا على طول ان هو قاعد في المقاعد الخارج يعني اللعيبه اللي في السكور شيت بمعنى صح، ولكن عرفنا على طول ان هو اصيب وبعد كده هيتم تاهيله. ما كانش موجود في مباراه ام بي، ووضح قد ايه نادي الزمالك محتاج المهاجم الثاني بعد الاستغناء عن كل المهاجمين زي مروان حمدي وعمر السعيد. مش متبقي غير سيف الجزيري واللاعب الجديد يوسف حسن، فبالتالي سامسون اكينولا كمحترف افريقي اعتقد انه لازم يكون جاهز. نادي الزمالك برضه حاطط له مجموعه من التدريبات التاهيليه والبدنيه عشان يكون جاهز في الفتره القادمه، خصوصا ان سيف الجزيري هيبقى مع المنتخب التونسي بنسبه كبيره جدا. فنادي الزمالك هيلعب المباريات اللي قال عليها الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه بدون المحترفين. نفس الحال في النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا علي معلول مش هيبقى جاهز، حمزه المسلوسي برده مش هيبقى جاهز وموجود مع نادي الزمالك، فبالتالي اللعيبه اللي انا قلتها دي ان شاء الله نتمنى انها تتالق مع المنتخب التونسي، ولكن نادي الزمالك لازم يكون عنده البديل الكفء اللي جاهز ان هو يلعب المباريات فيما هو قادم من المواعيد.